شكرا ليك كابتن مدحت. منذ ساعات قليله اجرى الكابتن حسني عبد ربه طبعا عمليه الرباط الصليبي. كابتن حسني، يعني كابتن مدحت شلبي بيقول لك مليون سلام عليك يا كابتن. الله يسلمك يا شريف، ربنا يخليك، وسلام الكابتن مدحت، كل الساده المشاهدين وكل الشعب المصري. كابتن حسني، يعني اجريت عمليه الرباط الصليبي النهارده، يعني كلمنا كابتن ده الصليبي التالت ليك، يعني دخلت العمليه ازاي وكان شعورك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بقول الحمد لله طبعا، وده ابتلاء مع ربنا سبحانه وتعالى، والواحد يعني الواحد راضي بيه، وزي ما انت شايف كده انا كتبتها من اول ما اتصبت الحمد لله. يعني اذا احب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فالواحد دايما بعيد يا رب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرضى عنه، والواحد راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. واحنا يعني بعد كمان وفاه اختي، يعني الواحد فعلا احنا ولا حاجه، احنا ملك لله سبحانه وتعالى. يعني مش عشان وفاه اختي، يعني لا، انما احنا دايما احنا ملك لله سبحانه وتعالى، وراضيين بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله الواحد مر بالعمليات دي قبل كده وقام احسن من الاول. فانا عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى ويقين في الله باذن الله ان شاء الله، ان انا النهارده عملت العمليه واصريت اعملها بسرعه عشان باذن الله في اقرب وقت ارجع تاني واتاهل وهتعب شويه وهرجع باذن الله احسن من الاول ان شاء الله. فده كله السلام من ربنا وانا راضي بيه وبقول الحمد لله. وهي دي الدنيا يعني يا شريف، يعني ما حدش عارف، يمكن اللي حصل لي ده ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون بيحوش عني حاجه ربنا لوحده هو اللي عالم بيها، حاجه تانيه اخطر او كده، انما انا راضي ودي حاجه بسيطه الحمد لله هتعود عليها ان شاء الله باذن الله بدعوات المصريين كلهم، مش بقى بقول كره قدم ولا احنا كلنا بندعي كل مرضى المسلمين بالشفاء. اتمنى من الناس ان شاء الله الدعاء ليا ولزميلي محمود متولي برضه اللي عمل العمليه النهارده في نفس التوقيت معايا، فبقول له الف سلامه وربنا يشفيه ويشفينا ويشفي كل مريض. وان شاء الله باذن الله كابتن مدحت عارف طبعا ان انا يعني ان شاء الله يعني بتعب في التاهيل وهموت نفسي طبعا. ربنا يصلح حال الدكتور علاء شاكر طبعا اللي هو يعني بيتعب معايا دايما السنين اللي فاتت، هو وتامر الناس اللي في الجيم كلها اللي هي يعني اول ناس اتصلوا بيا وطمنوا عليا وكانوا يعني مصرين النهارده هيجوا كمان شويه عشان يشوفوني، عشان نبدا بقى مرحله جديده تانية من التاهيل ومن التعب اللي الواحد يعني ما هيش حاسس بالتعب ده غير اللي مر بالظروف ديت. فانا بقول الحمد لله على قد الابتلاء دوت انا راضي، والواحد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى. واحنا برضو يا شريف يعني احنا كلاعيبه كبيره او كلاعيبه خبره لازم بنوصل رساله ان الرضا دوت رضا في كل شيء، يعني مش الرضا اللي انت لعيب كوره بترضى، لا، الرضا ده كمسلمين احنا لازم نؤمن ونرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، لان الابتلاء ده زي ما بقول لك بيجي في اي حاجه. فالواحد لما يرضى ربنا يرضى عنه، وربنا ان شاء الله باذن الله بكرمه عليا وبرضا اللي انا راضي ربنا كتبه لي ان شاء الله قادر باذن الله ربنا يرجعني تاني احسن من الاول ان شاء الله. الواحد لسه قدامه مشوار طويل، عندي 30 سنه لسه ان شاء الله، يعني كلها 5 6 شهور ان شاء الله واقف تاني على رجلي والعب وبس، يعني مفيش حاجه. كابتن حسني، يعني ظروف الاصابه ووقت توقيت الاصابه بالنسبه لك كابتن في مباراه النصر، هل توقعت مع الصليب يا كابتن؟ يعني في وقعه في اول الشوط الاولاني كده، في فاول كان على الجنب، فكانت كنت انا يعني انا المدرب بيوقفني على 6 يارد عشان اخد العرضه الاولى في الكره اللي علينا، ففي واحد لمس الكره قبلي فانا رحت عشان الحارس فرجلي لفت مني، نفس المسكه اللي انا مسكتها دي كنت ماسكها في السعوديه في الصليب اللي حصل لي الثاني، فحسيت بيها بس كنت سخن وكنت حاسس ان انا ممكن العب، فكملت عليها لغايه اخر الشوط كده اخر ربع ساعه قبل ما عمرو يجيب الجون كده، يعني وقعت عليها تاني فالاصابه اتجددت تاني. لكن هو ده النصيب بقى، يعني مش عايز اقول بقى لو كنت طلعت واذا وبصراحه الدكتور مجدي يعني كان طبيب الفرقه انا بشكره لانه اصر ان انا اطلع، بس انا كنت عارف الواحد انا ما بعرفش اطلع من الملعب، يعني انا من الناس اللي انا يعني ما بطلعش من الملعب غير لما اكون ميت ميت يعني. فهو الراجل مشكورا برده يعني، حتى عشان برده ما حدش يظلمه ولا حاجه، الراجل برضو يعني حس بحاجه في الاول وقال لي حسن كده كفايه واطلع وبتاع، قلت له لا يا دكتور انا هكمل واشوف رجلي لو هقدر مش هقدر خلاص هطلع، لحد ما الاصابه اتجددت تاني في اخر الشوط. لكن هو في الاول وفي الاخر ده نصيب وانا راضي بيه والحمد لله. يعني حتى انا بشكر برضو الناس كلها اللي كلمتني برضو، حتى من نادي النصر برضو دكتور عمرو برضو بعت لي رساله وانا بشكره،
بشكر إدارة نادي النصر، هما مالهمش ذنب في أي حاجة خالص خالص، فأنا بشكره طبعا على السنة ديت، وهي دي هو ده نصيبي يعني، يعني النصر بقى ولا أي حاجة. أنا بشكر كل الناس اللي كلموني وكل الناس اللي ما كلمونيش حتى، يعني التمس أخوك المسلم 70 عذرا يعني، فأنا بلتمس لأي حد ما كلمنيش أو أي حد، بس أتمنى إن كل حد عارف إن هو يعني يدعي لي ويدعي لمحمود ويدعي لنا إن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنرجع تاني أحسن من الأول إن شاء الله. كابتن حسني، يعني 3 إصابات رباط صليبي، يعني دي كانت الأخيرة كانت في نفس الرجل العملية اللي قبل الأخيرة؟ آه أنا دي في الرجل اليمين، أول عملية خالص عملتها في ألمانيا كانت في الشمال، بعد كده في السعودية اتصبت ورجعت هنا على مصر عملت العملية في اليمين، ودي العملية برضه في نفس الرجل اليمين، لأن يعني هي ملهاش بقى ارتباط بقى اللي أنا عملتها في ألمانيا ولا في مصر، لأن أنت عارف الناس بتصطاد في أي حاجة وهتتكلم. أنا الحمد لله الدكتور أحمد عبد العزيز عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى وفيه هو شخصيا، إن الراجل بسم الله ما شاء الله من الناس العالميين في العملية بتاعت الصليبي، فأنا كان في ثقة بيني وبينه إن أنا هنعملها تاني، لأن هو برضو أدرى واحد بالعملية الأولى وهو اللي عملها، فعلى طول أول ما اتصبت قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وكنت حاسس إن هي صليبي، وجيت على طول تاني يوم النهاردة راح العملية، وإن شاء الله هشوف يعني مفيش مشكلة يعني. هو العملية الأولى بياخد من الخلفية عشان يعمل الوتر، العملية دي عشان ما عدش فترة طويلة على العملية الأولى، فبضطر اللي هو بياخد من العضلة الأمامية ويعمل الوتر، والحمد لله هو طمني وجالي قبل العملية، وإن شاء الله بكرة بإذن الله هيجي برضه عشان يطمني يشوف العملية مشيت إزاي، وبإذن الله بإذن الله يعني إن شاء الله الواحد يبقى في أسرع وقت في الملعب إن شاء الله. كابتن حسني، اصابتك بالصليبي المره دي وانت كابتن وقائد النادي الاسماعيلي وانت كابتن النادي الاسماعيلي، مختلفه شويه انك تسيب الفرقه وانت كابتن؟ والله يا شريف يعني حتى قبل اصابتي او كده كنا بنمر بظروف طبعا، وفاه اختي طبعا، ومش عايز اقول لك وانا في ظل الظروف اللي اختي فيها وربنا توفاها سبحانه وتعالى، انا كنت بفكر في النادي، لاني يعني احنا كلنا ملك الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لك، مش بايدينا حاجه يعني، هو ربنا كاتب لكل اجل كتاب، فده اجل اختي ونصيبها، والحياه بتستمر، وانا النهارده اتصبت وهرجع وهلعب، هي الحياه لازم تستمر يعني. فظل الظروف دي كلها انا كنت افكر في النادي الاسماعيلي، لان يعني ده اكل عيشي ودي شغلتي، والنادي دوت اللي اتربيت فيه، مش هقعد بقى اقول اشعار بقى الناس هتقول لك ده بيحب النادي، لا انا فعلا بحب النادي، وفعلا يعني الواحد امنيات حياته اللي هو يعني يختم حياته في نادي الاسماعيلي ببطوله بيفرح بها الجمهور الاسماعيلي وشعب الاسماعيليه، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا قادر ان احنا ان شاء الله يعوضنا خير، يعني اعتقد ان عمرو السوليه موجود دلوقتي خد خبره كفايه اللي هو ان هو يعني اكيد، وكابتن طبعا عصام الحضري يعني ان شاء الله، يعني عندنا مشكله كبيره جدا يعني برضه اللعيبه يعني خبرتها برضه يعني مش عاليه، انما الواحد امره في الله سبحانه وتعالى كبير، ان عمرو وكابتن عصام والناس كلها اللي موجوده ان شاء الله ان هم يمشوا في المسيره اللي احنا ماشيين بيها. انا بشكرهم يعني بشكر كل الناس، مستر ريكاردو قطر اشرف كابتن كرم كل الجهاز الفني والطبي والاداري والجمهور وكل الناس اللي كانت حزينه جدا ساعه اصابتي، يعني اول ما اتصبت فكان نفسي اكون معاهم، وكان نفسي ان شايف ان احنا كنا مش بعاد جدا على الدوري السنه دي، يمكن ال6 نقط لو اتاخدوا احنا ممكن نبقى ثالث وممكن نمشي في المنافسه. بشكر الحاج محمد ابو سعود اللي على طول على التليفون معايا وبيطمن عليا، ده مش عايز انسى حد والله العظيم، اشوف ده واحد يعني ربنا بيسبب اسباب بيبين لك حاجات كتير ممكن كانت تقطع وقت من الاوقات اللي هي بعدت عنك، خاصه بعد خروج المنتخب، يمكن ناس كتير قالت ان حسن عبد ربه بعيد عن مستواه والمنتخب، انما محدش ذكرني ان انا الحمد لله كنت في فورمه كويسه جدا وكنت ممكن العب في منتخب مصر، لكن ربنا اراد كده. ففي ظل الظروف دي الواحد بعد شويه عن الاعلام، لان الاعلام دي طبعا في الاول في الاخر الكوره ما هوش غير اللي بيلعب واللي بيبقى في منتخب مصر هو اللي، فيمكن العمليه دي جت في وقت زي ما بقول لك وعسى ما تكررش انا وخير لكم، ان الناس ترجع تاني تفتكر ان في حد اسمه حسن عبد رب احنا لعب في افريقيا وعملت انجازات كتير الحمد لله، مش هتكلم على نفسي، انا ما بحبش الكلام على نفسي، اسيب الجمهور، لكن اللي بيتكلم يتكلم الناس، اللي الواحد حس بحب الناس قد ايه لما تبقى في وقت الشده، فعلا هو ده الحب الحقيقي اللي انت بتلاقيه من الناس، فانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على حب الناس دوت، اللي الناس كلها يعني اول ما انا وقعت كده الناس حست فعلا اللي في حد يعني ادى لمصر كتير وهيدي لمصر تاني ان شاء الله، ان الحب دوت من الله سبحانه وتعالى،
فأتمنى من ربنا إن أنا أحافظ على الحب ده وعلى الاحترام الناس ليا، وأتمنى لهم يا رب إن مصر ترجع تاني، وأتمنى إن شاء الله إن هم يدعوا لي. أنا يعني مش ما امتلكش حاجة، يعني الناس ما امتلكش حاجة دلوقتي غير الدعاء ليا كل مرضى المسلمين. إرادة الكابتن أحمد حسن موجودة عند الكابتن حسني، خاصة أن الكابتن أحمد حسن اتصاب بالصليب في توقيت برضه صعب. لا يمكن كابتن احمد كان يعني اعتقد اتصاب 33 34 وعمل العمليه ورجع احسن من الاول بسم الله ما شاء الله، فهي عزيمه. وانا اتصبت قبل كده مرتين ورجعت، واحمد سعد حلو، ناس كتير يعني، هي عزيمه ان شاء الله. بس قبل اي شيء هو اراده ربنا سبحانه وتعالى، الواحد بيتمنى توفيق ربنا في التاهيل وفي العوده ان شاء الله، لان بدون توفيق ربنا سبحانه وتعالى ولا يبقى لنا دور. الواحد بيطلب من ربنا ان شاء الله ان هو يبقى في توفيق في تأهيل وفي عودة تاني إن شاء الله للملعب، وبإذن الله شوف الناس عارفة عايزين حسن عبد الرب قد إيه. والله والله أنا راضي والواحد مبسوط، ويمكن الواحد يعني ربنا بيبتليه كده يعني بشوية حاجات، ده حب من الله سبحانه وتعالى إن بيبتلي عباده بيه بابتلاء أكبر، وفاة أختي وعملية. فعمري ما أنسى في الآخر بقى إن أنا أشكر والدتي اللي ربنا صبرها، وهي ووالدي طبعا، لان هي دلوقتي اكبر واحده يعني تعبانه وزعلانه، وطبعا زوجتي وبنتي حتى نور دعتني النهارده، يعني كل الناس الاسره عندي طبعا زعلانين، لكن انا بصبرهم طبعا والحمد لله. يمكن انا ايماني قوي الحمد لله، لان الحاجات دي كلها زي ما بقول لك الشريف هي بتقوي ايمانك، وربنا بيختبرك في الابتلاءات دي، بيبان بقى المسلم القوي عن المؤمن الضعيف. فربنا يجعلنا من المؤمنين الاقوياء ان شاء الله، والابتلاء كده يعدي على احسن خير، وانا راضي. وزي ما بقول لك الورقه اللي كتبتها دي يعني نفسي ان الناس كلها تقراها، لان هي دي حياتنا، لازم نرضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، ولازم نقول الحمد لله، والحياه هتستمر، والحياه لازم تستمر. فانا في اخر الحوار يعني بشكر كل الناس اللي جات لي النهارده، والناس اللي انا قاعد بكره وبعده حتى هنا برضه، عشان حتى ما تعبش الناس اللي ممكن تيجي تسمع ليا. يعني انا اصريت كمان انا ممكن اخرج بكره، فاصريت ان انا بكره كمان هقعد وبعد هقعد، عشان لو حد حابب برضه يجي يزورني، انت عارف برضه مشوار من الطياره. حد كلمك كابتن بعد العمليه؟ والله ناس كتير يا شريف، ناس كتير مش عايز يعني انسى حد، لكن هو الحب الحقيقي اللي بقول لك اللي بيبان في وقت الشده صراحه يعني. فانا قاعد بكره وبعد وبرجع عشان كل الناس اللي عايزه تساندني والناس اللي عايزه تجيلي، يبقى حتى المشوار قريب منهم هنا، وحتى في اسماعيليه طبعا يعني هقعد برضه عند والدتي، لاني وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. يعني لازم بقى نقعد بقى، ولازم ان احنا نبقى جنبها ان شاء الله. امبارح يا كابتن على طول بعد ما عرفت ان انت جالك قريب، اول ما كشفت امبارح عند الدكتور احمد عبد العزيز خدت بعضي ورحت لها وصبرتها. يعني انا بصبر نفسي طبعا زي ما قلت لك، لا الظروف اللي هي بتمر فيها. بالعكس بالعكس، ده هي عرفت يوم الماتش بالليل وكانت زعلانه، يعني كانت حاسه، عارف قلب الام بقى لما بيحصل حاجه، ويعني قلت لها كل حاجه، وهي الحمد لله مؤمنه، ووالدتي دي يعني حد تعب في حياته معانا، ويعني بدعي لها ان شاء الله ان ربنا يعدي المحنه اللي احنا فيها ديت والابتلاء ده على خير، هي ووالدي وكل الناس، وربنا يخليها لنا. وان شاء الله انا بقول لها احنا من غيرك ولا حاجه. يعني كابتن حسني، يعني كابتن محمود متولي، محمود متولي دخل معاك العمليات، محمود اللي دخل معاك العمليات يا كابتن حسني، يعني شعوره كان ايه؟ واكيد انت اتكلمت معاه. محمود امبارح كان يمكن هو كان معايا جايين نسمع عليه مع بعض عشان نشوف عند الدكتور احمد، وهو قبل ما الدكتور احمد يخش قلت له يا محمود اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لك لازم ترضى بيه، والرضا دوت هشوف بكره لو في اي حاجه عندك والدكتور قال لك صليبي لازم ترضى، وانا بقول لك اهو من دلوقتي انها هتعمل العمليه، ولو في عمليه يعني قبل ما يعرف هتعمل العمليه وهترجع احسن من الاول، وده ابتلاء زي ما كنت بقول لك من قيمه شويه، ولازم يصبر ولازم يتعب، وهي دي الحياه، ولازم زي ما بقول لك لازم نرضى بيها. والمفاجاه بقى لما دخل الدكتور احمد عمل رجله فلقى ان كان في صليبي، فانا بتمنى له الشفاء، وبرده حظه حلو ان احنا نبقى مع بعض، يعني برده ان احنا نبقى يعني مساندين لبعض، ان انت برده عارف ان احنا محتاجين لبعض، نشد بعض والكلام دوت. محمود من اللعيبه الصغيره، وبسم الله ما شاء الله الفتره الاخيره دي يعني ابتدى يحط رجله في الملعب، وعنده منتخب اولمبي، يعني ان شاء الله باذن الله يرجع في اسرع وقت، وممكن يبقى في الدور اللي فوقيه وعمل عمليه بعديها كمان. اتمنى له الشفاء، وباذن الله زي ما بقول لك انا عندي ثقه في الله بلا نهايه وبلا حدود،
ان ان شاء الله باذن الله هنرجع تاني، وهو هيرجع وهيلعب وهنزهق من الكوره وهنرجع تاني وهنزهق وهنشيل المسؤوليه والكلام ده كله. انما لازم عندنا فتره صعبه الفتره الجايه من دلوقتي، انت شايف انا يمكن بشد العضله من دلوقتي يعني خلاص يعني، فخلاص احنا عملنا عمليه ننساها والاصابه ننساها وكل حاجه ونفكر في بكره ان شاء الله. استاذ محمد نصر بيقول لك يا كابتن لو عاد لك الجون اللي جبته في نادي الاهلي طبعا الجون الشهير في 2003، هل انت ممكن فتره التاهيل تقل من 6 شهور لشهرين او ترجع الملعب في اسرع؟ محمد ده حبيبي، ومن واحنا في منتخب الناشئين والشباب واحنا يعني اخويا الكبير طبعا، بس دايما لما باجي عندكم الاستوديو لو كابتن مدحت تفتكر قبل 2008 بعد بطوله 2008 يعني قبل ما اروح دبي قلت له يا محمد بعد اذنك في الاستوديو هات ماتش الجون ماتش الاهلي، بس هو طبعا عشان اهلاوي انا متوقع ان هو مش هيجيبه، بس انا بحبه في الله طبعا يعني كابتن مدحت والله وكل الناس والله الاعلاميين الواحد الحمد لله مش مقصر مع حد، كل الناس اللي سندتني وكل الناس اللي واقفه معايا انا بشكرهم، وبشكرك يا شيخ، بشكر كل الناس اللي جت النهارده وورا الكاميرا والناس كلها. فانا يعني الفتره اللي جايه اتمنى الناس تفتكرني بالخير ان شاء الله 6 شهور دول بالدعاء بالجوان بتاعت الاهلي. محمد نصر هيزعل اه، بس لازم بس عصام الحضر مشكله بيلعب معايا بقى وهيزعل والكلام ده، بس يعني ان شاء الله الواحد هو ده الحب يا شريف اللي الواحد سبحان الله لما تتعب في حياتك وبتدي بلد كبيره زي مصر كده وضحيت وتعبت عشان تلاقي في النهايه ان الناس فعلا حاسه بقيمتك وحاسه بمستواك اللي انت اديته طول عمرك عشان خاطر منتخب مصر، فهو ده فعلا الوقت اللي الواحد ربنا بيعوضه بقى عن حاجات كتير، ان التعب ده كله الواحد بينساه، المرض اللي الواحد فيه او الاصابه الواحد ينسيها. صدقني حب الناس اللي الواحد بيشوفه، حب الناس اللي جت النهارده، وحب الناس اللي انا واثق مليون في الميه اللي هيجوا بعده، والناس ورئيس الاتحاد اللي كلمني من قيمه شويه الاستاذ جمال علام وكل الناس، هو ده الحب يا شريف، هو دي الروح اللي الواحد طول عمره بيديها لقاها دلوقتي، فدي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. لان انت عارف في ناس ممكن بتلعب وبتعدي حياتها والناس ولا تفتكرها بحاجه، انما يعني افتكار الناس تفتكرني بالخير وبالدعاء هو ده اللي الواحد يعني يتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ينهي حياته فيها. وبالذات انا يعني عايز اقول حاجه انا كنت ناسيها وفكرتها دلوقتي، انا بشكر كل الناس اللي جت العزاء بتاع اختي لاني غيرت فيها حاجات كتير من ناحيه بلد ابو سمير، وقد ايه ان الناس فعلا فعلا البلد دي اللي اتربيت فيها وطلعت منها وقفت قد ايه وراحتي ووقفت قد ايه ورايا، ومش عشان حسني لا، عشان احنا اتربينا في البلد دي وعشان ابويا راجل محترم. انا بشكرهم وبشكر كل واحد من اصغر واحد لاكبر واحد في بلدي في ابو صوير اللي مشي ورا اختي وجه صلى عليها واليوم ده فكرني يعني بيوم الواحد بيتمناه من ربنا سبحانه وتعالى، اني لما ربنا يتوفاني ان انا ادفن في ابو صوير والناس دي تشيلني بالحب دوت وفي بلدك، هو ده اللي الواحد اليوم اللي الواحد بيتمناه من ربنا. الواحد كان ربنا يفتكره وسط اهله وسط واحد مش عايز حاجه من الدنيا غير كابتن. حب الناس ده اكيد حاجه كبيره يا كابتن حسن، وانت شفته ولمسته طبعا. واحد مش عايز حاجه من الدنيا كلها غير رضا ربنا سبحانه وتعالى عليه وحب الناس، وانا راضي والحمد لله. الله يرحمه ويغفر له ويصبرنا ويحسن خدمتنا يا رب ان شاء الله كده، وانا كنت مقصر معايا حد سامحني وان شاء الله باذن الله هنرجع وهنبقى احسن من الاول ان شاء الله. كل التقدير كابتن، شكرا.